ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي السوري أحمد كامل. مرحبا بك معنا سيد أحمد. مرحبا. على الرغم من أن المجتمع الدولي يمرر اللجنة الدستورية، فإن الموقف الشعبي كان مغايرا. كيف تقرأ الموقف الشعبي من اللجنة الدستورية؟ عفوا، لو تسمعني جيدا أستاذ أحمد؟ لو تعيد السؤال. كيف تقرأ الموقف الشعبي من اللجنة الدستورية في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة؟ في كل مكان الموقف واحد، وهو اعتبار هذه اللجنة الدستورية خيانة لقضية الشعب السوري. الشعب السوري لم يقدم مليون شهيد من أجل تعديل أوراق لا يحترمها أحد، هي أوراق الدستور. في سوريا أوراق الدستور هي مثل أوراق المهملات، مثل أوراق التواليت، يعني لا قيمة لها مطلقا، لا يحترم النظام ولا حرف من حروفها. وبالتالي هذه التضحيات من أجل تغيير أوراق التواليت، هكذا يقول السوريون. طالما أن الأمر كذلك، إلى ماذا تستند المعارضة في عملها الآن على هذه اللجنة؟ المشاركين في اللجنة ليسوا من المعارضة، هم أشخاص تنتقدهم دول لا يمثلون الشعب السوري ولا بأي شكل من الأشكال، لم يختارهم الشعب السوري، اختارهم الخبيث ديماستورا، اختارتهم روسيا، إيران، وتركيا. تركيا دولة صديقة، ولكن الدستور ليس شأنا تركيا، ولا يحق لتركيا أن تقرر لنا مصيرنا، لا يحق لها، لا يحق لأي جهة في العالم أن تقرر لنا مصيرنا أو تختار لنا من يكتب لنا دستورنا. نحن نكتب الدستور بعد 10 سنوات، بعد أن ينهار النظام، بعد أن تنهار الأجهزة الأمنية، بعد الإفراج عن المعتقلين، بعد عودة المهجرين، بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد حرية الإعلام، حرية الصحافة، آخر شيء يأتي الدستور. هذا ضحك علينا. نعم. طيب، التظاهرات التي لم تقف عند رفع الشرعية عن اللجنة الدستورية خرجت ضد النظام وإيران، هل تعتقد أن، لا أقول روح الثورة بدأت تدب من جديد في جسد الشعب السوري، لكن هل أن الشعب السوري فعلا قادر حتى رغم كل هذه الآلام والمأساة الكبيرة على الاحتفاظ بهذا الزخم الثوري الكبير؟ لم تهدأ الثورة السورية أبدا، يعني هي ثورة استثنائية من النادر تكرارها على مستوى العالم كله. الشعب السوري يواجه النظام المدجج بالوحشية والمدجج بالحماية الدولية والإعفاء من العقاب والكثير من الأسلحة الدمار الشامل، المدعوم من إيران وحزب الله وكتائب شيعية عراقية، المدعوم من روسيا، المدعوم من إسرائيل، المدعوم من الأنظمة العربية. نحن نواجه مهمة في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. تقريبا مطلوب مننا أن نغير العالم وليس مجرد إسقاط نظام. نعم. ذلك نواصل ذلك منذ 9 سنوات بهمة عالية، بإرادة قوية وبإنجازات مثيرة. روح الثورة متجددة، وهذه اللجنة تجدد يعني همتنا. نعم. عندما تصرح المندوبة الأمريكية كيلي كرافت بأن على إيران إخراج ميليشياتها من سوريا من دون تأخير، ماذا نفهم من هذا التصريح في هذا التوقيت؟ تصريح من عفوا؟ أن المندوبة الأمريكية. والله نحن لا نصدق الأمريكان، كذبوا علينا كثير وما عاد نصدقهم. القضية السورية قضيتنا ونحن ندافع عنها بكل ما نملك، بكل غالي وكل نفيس، ولا نهتم بذلك، لا نصدق الأمريكان أبدا، لا نهتم بكلامهم. وكلامهم ما عاد ممكن، يعني ضحكوا علينا عشرات المرات، ما ممكن يضحكوا مرة أخرى. أستاذ أحمد، هل يعني ما يحدث الآن من تظاهرات أن هناك قيادة ثورية جديدة يمكن أن تخرج من رحم التظاهرات في ظل الالتفاف الدولي الذي أشرت إليه على الثورة؟ أنا ما عم أسمعها بشكل جيد، لو تعدلي السؤال الله يخليك. كنت قد أشرت أن هناك ممثلين في المعارضة لدول، وبمعنى آخر هناك التفاف على روح الثورة السورية، هل هذه التظاهرات قادرة بالفعل على إخراج قيادة جديدة تقود الثورة السورية؟ حاصل، ليس يوجد ممثلين للدول في المعارضة، وإنما يوجد ممثلين، يعني لا يوجد ممثلين للمعارضة في الدول، وإنما للدول في المعارضة. يعني
يعني من اختارهم دمسورا أسماء البيئة هؤلاء الأشخاص لا يمثلون الشعب السوري بأي صلة، حتى الذين اختارتهم تركيا لا يمثلون الشعب السوري، يمثلون تركيا. نعم. سوريا وتركيا دولة صديقة وحبيبة وداعمة وكل الكلمات الجميلة التي يمكن أن تتخيلها، ولكن لا يحق لها أن تضع لنا دستورنا أو تختار لنا من يضع الدستور، هذا أمر واضح تماما. ولا روسيا ولا إيران ولا الأمم المتحدة الدستور شيء حميمي لا يفعله إلا الشعب السوري وفي وقته وليس الآن. إلهاءنا الآن بالدستور بمعنى الضحك علينا وبمعنى إعطاء المصداقية للنظام، وهذا يرفضه الشعب السوري رفضا مطلقا. نرفضه من الصديق ومن العدو ومن المحايد ومن الأمم المتحدة ومن العالم كله. أن أضع دستورا لبلدي مثل أني أعطي اسم وسمي ولدي، هذا أمر لا يشارك فيه أحد في الدنيا أبدا. نعم. ولا حتى أخي ولا أبي ولا ولا ولا. نعم. الكاتب والباحث السياسي السوري من باريس سيد أحمد كامل، شكرا جزيلا لك.